قصة إسماعيل عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان إبراهيم عليه السلام قد هاجر إلى مصر بعد أن حلت ضائقة شديدة في أرض فلسطين، وعندما عاد من مصر إلى فلسطين كان محملا بالهدايا من ملك مصر، ومن بين هذه الهدايا جارية كان قد أهداها ملك مصر إلى سارة زوجة إبراهيم عليه السلام واسمها هاجر. وكان مما يؤرق إبراهيم عليه السلام أنه قد امتد به العمر ولم ينجب طفلا، فدعا الله قائلا: رب هب لي من الصالحين. فقد كان إبراهيم عليه السلام يرغب بأن يكون له ولدا. شعرت سارة بما في نفس زوجها فطلبت منه أن يتزوج جاريتها هاجر لعل الله يرزقه بولد منها. تزوج إبراهيم بهاجر فولدت له مولودا ذكرا سماه إسماعيل، وفرح به فرحا عظيما. كما أن حظوة هاجر لدى إبراهيم قد زادت، ودبت الغيرة في قلب سارة فطلبت من إبراهيم أن يأخذ هاجر إلى مكان بعيد مع ولدها. استجاب إبراهيم لرغبة سارة لأمر يريده الله، فأوحى إليه الله أن يأخذ هاجر وإسماعيل ويتجه بهما إلى المكان الذي توجد فيه مكة الآن. وكان إسماعيل ما زال رضيعا. بعد أن سار إبراهيم وطال به السير أمره الله بأن يتوقف في أرض خالية ليس فيها زرع أو ماء. أنزل إبراهيم هاجر وولدها في هذا المكان المقفر الموحش وتركهما وعاد. فتبعته هاجر وقالت له: لمن تتركنا في هذا الوادي المقفر؟ فلم يجبها. عندئذ سألت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله. مكثت هاجر في هذا المكان المقفر تأكل من الزاد وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم هي وولدها، إلى أن نفد منهما الطعام والماء. ولما رأت وليدها يتلوى من العطش لم تحتمل هذا المنظر المؤلم، وهرولت باتجاه ربوة تسمى بالصفا لا تدري ما تفعل، لعلها ترى قادما من الناس تستنجد به. ولما لم تجد شيئا ركضت باتجاه ربوة أخرى تسمى المروة، فنظرت فلم ترى شيئا، ثم أصبحت تذهب بين الصفا والمروة 7 مرات حتى يأست وأجهدها التعب. عندها عادت إلى مكان الطفل فرأت عند قدميه قد تفجر نبع من الماء العذب، فزمته بيديها ما استطاعت فشربت وسقت طفلها وأدركت أن رحمة الله تحرسها.
اشتذبت الماء الطير، ومرت قافلة من بني جرهم قرب هذا المكان، فرأوا الطير حوله فأيقنوا بوجود الماء في هذا المكان. وعندما رأوا هاجر قالوا لها: لو شئت كنا معك نؤانسك. فرحبت بهم وسكنوا إلى جوارها. وكبر إسماعيل وتزوج امرأة جرهمية وتعلم العربية منهم. بعد أن ترك إبراهيم ولده وزوجته في مكة كان يزورهما من حين لآخر. وفي إحدى الزيارات رأى في المنام أنه يذبح ابنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عرض إبراهيم الأمر على إسماعيل ليمتحن إيمانه، فأجاب إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عزم إبراهيم على تنفيذ أمر الله وذبح إسماعيل، فناداه الله تعالى: يا إبراهيم كف عن ذبح ابنك، فقد وجدناك طائعا لأمر ربك، وخذ هذا الكبش واذبحه فداء لابنك. لبث إبراهيم بعيدا عن ولده مدة طويلة، ثم عاد إليه لأمر عظيم، فقد أمره الله ببناء الكعبة في مكة لتكون أول بيت لعبادة الله. أخبر إبراهيم ولده بما أمره الله، فقال له إسماعيل: افعل ما أمرك الله وأنا أعينك في هذا الأمر العظيم. فقام إبراهيم ببناء الكعبة بمساعدة إسماعيل، وهما يرددان القول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أتم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بناء الكعبة، وعلمهما الله مناسك الحج ليعلماها للناس. بعد أن انتهى إبراهيم من هذه المهمة عاد إلى فلسطين تاركا لولده إسماعيل رعاية بيت الله، وبقي إسماعيل يرعى العهدة بشجاعة وصبر وأمانة، ثم أسلمها لذريته من بعده، والتي منها محمد صلى الله عليه وسلم.